طيب ما نروح كده ناخد تليفون عشان نحلل شويه برضو المشهد مع حضراتكم. خلينا ناخد الناقد الرياضي الاستاذ خالد عامر عشان نتكلم عن برضو اشتعال هنا دوريات الاوروبيه والمنافسه في دوري ابطال اوروبا. يا فندم صباح الخير على حضرتك في البدايه. صباح الفل. معلش ممكن حضرتك تعلي صوتك انا مش سامع كويس. كده كويس؟ اه كده هايل. صباح الفل. طب وانا اكيد يعني امبارح احنا شفنا شغل عالي جدا بيحصل واحنا متابعين طبعا الدوريات الاوروبيه المختلفه. حضرتك شايف ازاي شكل الدوريات الاوروبيه ازاي بعد كمان وجود بنتكلم هنا التنافس بين رونالدو، بنتكلم تنافس بين صلاح وعندنا محرز ولوكاكو، يعني دوري انجليزي قوي جدا، وكمان الناحيه الثانيه تفرد بقى ابراهيموفيتش بالدوري الايطالي ونجوميه الدوري الايطالي بعد رحيل طبعا رونالدو. خليني اعرف من حضرتك. طيب هو اوروبا حاليا بتشهد عوده مره اخرى للقوه والنديه والاثاره، خاصه بعد عوده الجمهور للمدرجات مره اخرى. بدانا نشوف زي ما حضرتك ما تفضلتي شاكره في الاول، قلتي بدانا نشوف كوره، بدانا نشوف لعب، بدانا نشوف صحيح اداء مختلف عن السيزون اللي فات، وده واضح جدا من المنافسات في الدوريات المختلفه. بنشوف الدوري الايطالي بيتصدر المشهد، ثلاث فرق متساويين في الترتيب، فرق جون ما بينهم وبين بعض، روما ونابولي وميلان. او بالترتيب روما ميلان نابولي اول ثاني ثالث. الدوري الانجليزي بنشوف ثلاث فرق متصدرين الترتيب بنفس عدد الاهداف، بنفس عدد المباريات، بنفس عدد النقاط، كل حاجه. تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول، وبيجي بعدهم مانشستر سيتي في المركز الرابع بفرق نقطه واحده عنهم. هما معاهم 10 ومانشستر سيتي معاه واحده. بنشوف يعني ايه؟ بنشوف نتيجه في بدايه الدوريات ما كناش بنشوفها. بنشوف فرقه بتطلع وفرقه بتنزل، بس انه يبقى في ثلاث فرق متصدرين المشهد في اول ثلاث جولات او اربع جولات بالنسبه للدوري الايطالي الانجليزي، فدي حاجه ما كناش بنشوفها. صحيح. عوده رونالدو مره اخرى، عوده لوكاكو مره اخرى للدوري الانجليزي اضاف متعه كبيره جدا للدوري الانجليزي، او اضاف قوه خلينا نقول. بالنسبه لتشيلسي قوه، بالنسبه لمانشستر يونايتد متعه، بيظل برونو فرنانديز وبول بوجبا كانوا عاملين شغل كويس، رونالدو اضاف الحته اللي كانت ناقصه في خط الهجوم عشان يعيد مانشستر يونايتد للمشهد او لصداره المشهد او لقمه الترشيحات في امكانيه حصول مانشستر يونايتد على اللقب. صحيح. ده بالنسبه للدوري الانجليزي. صحيح جدا. طب استاذ خالد لو هروح برضو معلش هستغل وجودك معايا وهروح لمباراه غدا، عفوا يوم الاربعاء، اللي هتكون بين ليفربول وميلان في دوري ابطال اوروبا، وزي ما بنقول كده هو لقاء الطار يعني او الثار، برضو هتشوف دي ازاي المباراه دي؟ هو طبعا كل اللي متابع كوره عارف ان ماتش ميلان ليفربول ده ماتش مش تقري، ده ماتش الشرف وماتش يعني ماتش استعادة الأمجاد مرة أخرى، خاصة بعد 2005 لما إيه ميلان خسر من ليفربول بعد ما كان كسبان 3-0، خسر بركلات الترجيح، وعلى الرغم من إن هو فاز بعدها في 2007 برضه قدام ليفربول بدوري أبطال أوروبا، ولكن تظل نكسة 2005 مأثر لسه يعني إيه في مرارة كده داخل نفس كل ميلانيستا من ماتش 2005. ماتش بعد بكره ده هيبقى ماتش عوده ميلان، اول ماتش يعود فيه اسم ميلان للعب في دوري ابطال اوروبا مره اخرى بعد الغياب ده من 8 سنين تقريبا. صحيح. عوده صعبه جدا بالنسبه لميلان طبعا ان هو يلعب اول ماتش بعد 8 سنين في دوري ابطال اوروبا في الانفيلد رود في وسط تشكيله او امام تشكيله مدججه بالنجوم وابرزهم محمد صلاح، وهي تشكيله ليفربول الانجليزي. ولكن ميلان الاوروبي دايما معروف عنه انه يلعب باسمه، ميلان ممكن يبقى سيء جدا في الدوري الايطالي ولكن في اوروبا هو بيلعب باسمه وبيلعب بتاريخه. فاتمنى ان احنا نقدر نشوف مباراه تليق بالاثنين وتليق باسم الاثنين وتليق بتاريخ الاثنين في دوري الابطال، ده معاه 7 تشامبيونز ليج اللي هو اسم ميلان، وليفربول معاه 6 تشامبيونز ليج. اتمنى ان احنا على الرغم من ضعف سكواد او ضعف قائمه ميلان السنه دي او السنين اللي فاتت، اتمنى ان احنا نقدر نشوف مباراه قويه ما بين الاثنين. انت هتشجع مين ولو ان الاجابه معروفه، بس هتشجع مين يا استاذ خالد؟ انا يعني مع كامل حبي والله لمحمد صلاح،
بس انا ميلانيستا بشده، فانا لا انا هنخاف من ميلان شويه. طيب دي اجابه انا مش متوقعه. لا يعني انا نفسي محمد صلاح يجيب جون ويعمل اسيستات وكل حاجه، بس في الاخر ميلان يكسب. يعني تمام. طيب شكرا ليك جدا على هذه المداخله استاذ خالد عامر، شكرا ليك.